مي حريري تقلق الجمهور على صحتها بعد ظهورها الأخير، بدت بوجه شاحب ونحافة مفرطة. شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري صورة جديدة لها على حسابها عبر تطبيق إنستغرام، أقلقت من خلالها الجمهور إذ بدت بنحافة مفرطة ووجه شاحب، جعلت محبيها يتساءلون عما إذا كانت تواجه أي صعوبات صحية أو نفسية. وفي التفاصيل، نشرت مي صورة لها عبر إنستغرام وصفها البعض بالجريئة، إذ بدت بفستان مكشوف عند الصدر، واللافت أنها لم ترفقها بأي تعليق بل وأغلقت خاصية التعليقات عليها. لكن محبي مي لاحظوا التغير الواضح في وزنها، إذ بدت وكأنها فقدت الكثير من وزنها، فيما بدا وجهها شاحباً نوعاً ما، ما أقلق الجمهور على صحتها، في حين أكد البعض أنها بخير وإنما زاوية التصوير والإضاءة أثرت على الصورة. وكانت مي قد نشرت مقطع فيديو منذ أيام من أجواء احتفالها بعيد رأس السنة، حيث بدت بصحة جيدة أثناء لقائها بعائلتها. وكانت مي حريري تصدرت حديث الجمهور خلال الفترة الماضية وأثارت بلبلة واسعة بين الجمهور بعد تصريحاتها حول طليقها الموسيقار الراحل ملحم بركات، إذ قالت إنه كان على علاقة حب مع نجوى كرم. الله يرحمك يا ملحم. الله يرحمه. هيدا ملحم بركات أصغر منك وأحلى مني. وقالت مي حينها بالحرف نجوى كانت صاحبته لملحم بركات، لكن بعد دخول شخص آخر على الخط انتكس العهد بين بركات وكرم، وبدأت الحروب بينهما حتى وصلت إلى حد اتهام الموسيقار بالسرقة، واتجه أحد أشقاء نجوى كرم إلى منزله وحاول تهديد الموسيقار، ثم سوي كل شيء وعادت المياه إلى طبيعتها، لكن لم يعد هناك من تقارب أو لقاءات بين الموسيقار وكرم. لأنه بآخر فترة كانوا مغرومين بعضهم هني، وكان يشكيلي يبكيلي يعني عطول بالموضوع اللي كان علاقة حب؟ علاقة حب إيه، كانوا مع بعضهم. كانت تطلع أنا يعني عم وصل ملحم، تكون هي ظاهرة من عنده من البيت الصبح الساعة 6 الصبح. أف؟ إيه، كانوا عشان هيك أنا بقتها كان عم يتعذب هو وقت اللي راح خيّل عنده واتهموه بالمساري، وطلعت الجديد قالت هي صاحب الحق سلطان. من جهتها التزمت نجوى كرم الصمت، وأظهر متابعوها أن أغنياتها من الألبوم الأخير كاريزما لا زالت تتخطى المراتب الأولى، كما جاءت ردود الفعل من الجمهور منددة بكلام مي حريري، وقال البعض أنها لم تحترم سيرة حياة فنان وملحن لبناني له تاريخه ومكانته، ورغم أنها والدة طفله أصرت على نبش الماضي، في وقت رأى متابعون أن مي حريري لم تشأ أن تصور ما ذكرته على أنه فضيحة بل مجرد سرد لأحداث في برنامج يتناول سيرة الحياة والسنوات.